وننتقل الآن للطبق الثاني بتاعنا، وهو طبق حلويات من نوع خاص. خرجنا من جو كحك العيد وبسكويت العيد وغريبة العيد، وهنعمل حاجة لطيفة، الموز المقلي بالقرفة والسكر، حاجة جديدة. تيجي تشوفوا ما يديروا على الشاشة، موز مقلي بالقرفة والسكر، حاجة جديدة على نفس العجينة اللي أنا شغال بيها، موجودة معانا ونفس مكوناتها يا عم الشيف، ومعانا موز ومعانا قرفة ومعانا سكر. لطيف جدا، حلو قوي، موز وقرفة وسكر، وبنفس المكونات هنعمل الموز المقلي بالقرفة. ايه فكرة العجينة هنا بقى شيف؟ وده مهم جدا، احنا مع بعض. حلو قوي، اهم حاجة ان انا امن الزيت والعجينة معايا، وجبت الموز الحلو ده كده من عند الراجل الفكهاني حبيبنا، ووصيته اللي يجيب لي موز نص سوا. واهم حاجة ان انا هنا يكون مطبخي نظيف، طالما بشتغل في حلو بنغير الجلافزات، ده مهم جدا، وكمان السكينة اللي تشتغلي بيها ما يكونش مكانها بصل ولا توم، لانك انت بتعملي حلو واخد طعم الفانيليا، طعم الشوكولاه، طعم السكر زي ما انت عايزه. ولكن فكرة الحلو ده جت منين؟ احنا مع بعض. وعلى عينك يا تاجر، اللهم صلي على النبي. ده موز وده عجينة. نعم، انت جبت التايهة، ما هي دي العجينة بتاعت البيتزا يا ابن الحلال، هي نفسها، هي نفسها. وبقى يا عندي هي دي الشطارة، بس هفرتها شوية رؤيها. شوف العجينة وحلاوتها دي. ايه الاختراع ده يا عم الشيف؟ ودي نفس القصة. ودي نفس القصة. يا رايق. يا مرضي والديك. حلو قوي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والله خليك بثلاثة تعريفة تبدعي في المطبخ. خلص الكلام، عندي قرفة وعندي سكر بودر عايزه وعندي زبدة. تسلم ايدك يا ابو باز. كل اللي انا هعمله دلوقتي هجيب طبق صغير كده. عرفت لما تخش المطبخ ومزاجك رايق الشغل بيطلع عامل ازاي؟ ادي الزبده، دول كفايه. بحط على الزبده دي يا عم الشيف قرفه، الله. بحط على الزبده دي يا عم الشيف شويه سكر بودر، قرفة وسكر برضه. حلو، ركز في اللي جاي، قول لي انا حطيت ايه. بالله عليك تقول لي انا حطيت ايه. الله، مع الزبدة مع السكر البودر حاضر، ما انت قلت بابريك. حطيتها على الزبدة، حطيتها على السكر، وعملت الحركة اللي انا بعملها دي كده. ايه الحركة دي يا عم الشيف؟ قلبت الزبدة مع السكر مع القرفة مع البابريكا، في طعم هنا مختلف، في طعم كده، في تفاصيل. احنا مع بعض. لا ما يروحوش النار، حرام عليك، هم عملوا حاجة عشان يروحوا النار؟ الموضوع ده بعيد عن النار خالص. بعمل حاجة كده افتكاسة، اختراع، حاجة بتاعت الشيف المغازي وبس، وحقوق الطبع لدينا وبس وبس. اللهم صل على النبي. زمان انا شغال كده. ده هتعمل بيه يا عم الشيف؟ اصبر على رزقك، دينك معايا لغاية الاخر.
عملت انا عجينه كده لطيفه. العجينه دي عباره عن زبده تاني وقرفه وسكر بودر ومعلقه صغيره من الحليب. مش عايزه حليب، حط قشطه، في قشطه كريمي كده هعمضها حط منها، مش موجوده حط الحليب. كل اللي انا هعمله هنا اللهم صل على النبي. ايه الابداع ده يا شيف؟ في واحد بيقول لي مره، ايه بيتابعونا في رمضان، يعني السؤال ده اتسالته اكتر من مره، ايه شيف بوغاز انا بشوف رمضان 30 يوم واحنا البرنامج بتاعنا في رمضان حضراتكم طبعا شفتوه كان في كل يوم مفاجآت، لان استضفنا فيه كل نجوم شاشه القناه الاولى، مذيعين نشره الاخبار وصباح الخير يا مصر وكل البرامج، واستمتعنا مع تشكيله اكل كانت لطيفه، وعرفنا الجانب الانساني والجانب العملي واليومي لكل نجم من نجوم شاشه القناه الاولى، وعرفنا بيحب ايه، وهزرنا مع بعض وضحكنا مع بعض، وشفنا المذيعين بشكل مختلف. احنا متعودين على المذيع بيبقى قاعد، اصول الاعلام بيبقى قاعد ومتابع النشره ومركز ولغه عربيه وراجل ممكن ما يهزرش ما يضحكش. لا لقينا ضحكه حلوه ولقينا هزار ولقينا ناس كده، ده موضوع تاني، وبيحبوا المطبخ، في منهم كانوا شاطرين جدا في المطبخ، في منهم يحبوا ياكلوا ما يخشوش المطبخ وهكذا. فالسؤال كان هنا، انت شايف مغازي بتجيب الاصناف دي منين؟ نعم يا غالي. وطبعا وعرفنا يعني اسم البرنامج بتاعنا أكلة أمي، عرفنا أكلة أمي عند كل واحد من النجوم بتمثل له إيه، نفس الإحساس ونفس الشعور ونفس أكلة الأم، ما فيش بعدها حاجة، البركة، الحب، الأم، ما بص لو قلت لك صوابع العشرة شمع هي أكلة أمي لا يعلى عليها. شفت العجينة اللي أنا عملتها دي كده؟ دي مهمة جدا، هشيلها من هنا بقى. تمام، ده اختراع. حلو الكلام، لسه ما خلصناش. عندنا الموز. السؤال، بتجيب الحاجات دي منين يا شيف؟ والله العظيم انا بس بقعد مع نفسي كده. معانا الاستاذ رحاب البروديوسر، تكلم المنيو بكره يا شيف. والله حاضر يا اختي. يا شيف عزيز حاضر يا اختي. اكتر من كلمه حاضر ما بكتبش. وساعه ما اكتب المنيو اقول لها توكلنا على الله. وهنا برضو توكلنا على الله. ايه ده يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت الكلام ده قبل كده يا فاروق؟ وانا اعرف مثلا الموز ده يجي يقعد يومين في البيت وخده معاك يا حبيبي وانت نازل، اديه لاي حد تشوفه. لونه اتغير، الاولاد مش عايزين ياكلوه. بيحصل بالله عليك ولا ما بيحصلش؟ لا خالص خالص خالص. البيتزا بقول لك ايه؟ نعم. عايز واحد نص سايه، يعني مو زي نص سايه، يعني مش عايز الكبيره دي كده. حاضر يا فندم. لازم احنا نخترع اي حاجه في اي حاجه. خلاص يا عم انا مريحك، انا والله عايز نعمل لك ايه بس. بيقول لي يعني العجينه مش كتيره، ما العجينه نلاقيها يعني زي الورقه ده. انت لو لفيت قاموس المعجم العربي والانجليزي والتايلاني اللي في العالم، بص بالله على البيتزا وشوفها، وصلى على الحبيب في قلبك كده، قلبك يطيب يا مؤمن. شوف شكل البيتزا في قلب الفرن، بالله عليك انا عايز شكل الموزه تاخد شكلها عشان تتعرف ان ده موز. كلفنا حاجه ده، والله الموز ده كان من يعني بعد يوم ولا اتنين، خده يا حبيبي وانت ماشي معاك. انت جايب الموز من عند الراجل اللي على الشارع ده، وانا قلت لك يا حماده ما تجيبش موز من عنده. ما اعرفش بينك وبينه صحابه يعني، الراجل ده موزه بيستوي بسرعه هنا، بيسود بسرعه. يا حاجه صلى على النبي، خليه يسود، خليه لونه يتغير. حاضر يا فندم، قافل الفرن. اللهم صل على النبي. بس من غير الحركه اللي انا عملتها في العجينة تبقاش حلوة. أدخل إيه الفرن يا فندم؟ الموز تقصد يعني؟ الموز يخش الفرن؟
الزيت اللي طب بس بص يا عامل استاذ عادل امام مش هكمل المسرحيه غير لما ايه الزيت اللي هيخش الفرن بس عايز افهم مفيش زيت هيخش الفرن قصدك الموز ولا الزيت انا معاك ده انا هعملهم كلهم عشان دولت احنا هنخلص الحلقه وانا عازب اخواتي المصورين كل فريق العمل مع كوبايه قهوه كل واحد ايه ياخد بوزايه من دول كده شفت بقى بتلف بص بالله عليك بص شوف الشقاوه تاخد اللي جايه بقى عايز تجود بس انت خليكي جودي التجويده دي تعملي ايه عارفه حبه البركه يا امي حبه البركه يا بركه تجيبيها وتحطيها على العجينه دي وانت بتحمريها يا ويلي يا ويلي خدتنا في حته تانية اهو بص اهي بص انا بلف اهو المخرج عايز اعمل واحده على ليه بص على الحلاوه بص على الحلاوه بص على الحلاوه بص على الحلاوه حبه البركه بقى تتجاب ازاي تمسك هنا ازاي كل القصه هتجيبي صفار بيضه ترجيه مع شويه حليب تحطها كده تحطها في حبه البركه يطلع هنا البوز هنا حبه البركه تطلع المزايه راسها كده ماسكها حبه البركه دي افكار انت اعمليها بقى وقولي رايك فيها ممكن تصوريها وتبعتها لنا على السوشيال ميديا وتقولي يا شيف بوغاز انا سمعت كلامك وعملت الاضافه بتاعتك اللي هو الموز المالي بحبه البركه الزيت هنا لازم تكون درجه حرارته عاليه جدا ما ينفعش احمر في زيت بارد حلو الكلام واخد الموز ده كده على ايدي كده اهو ده موز اهو والله انا حبيبهم على ايدي مش طبق يعني بس احس بتعب وشقايا ما تزعلش الاتنين بتوعك معايا اهو خلي بالك نحطه هنا كده اختراع صلى على الحبيب في قلبك قلبك يطيب سيبه بقى ما تيجوا ناخد بعضينا كده ونطلع فاصل بس قبل الفاصل عايز اقول حاجه مهمه جدا الموز لازم ينزل في زيت شديد الحراره لان لو نزل في زيت غير شديد الحراره العجينه هتفك من على الموز ويبقى شكلها وحش لازم اول ما ينزل يدينا الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده كده اهو جيبوا لي بالله عليك اهو ما تقلبهاش كتير حلو وسيبيه زي ما هو وعندنا البيتزا في الفرن نبص عليها كده واحنا طالعين مخرجنا الجميل صلى على الحبيب هو ده ناخد بعدها نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نشوف الانتاج بتاعنا من الميني بيتزا للاطفال الحلوين معانا موز مقرمش لطيف حلو كبار السن والاطفال وسلطه فيها كل العناصر الغذائيه بدايه من فيتامين سي للمعادن اوعى تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل بص بقى على الحلاوه بص على الحلاوه والشقاوه بص بقى ده ايه موز مقلي الله حط عليها رشه بقى ايه سكر بودر تاكلي صوابعك وراها يا اختي والله كروسه ايه ده كروسه لازم الزيت يكون شديد الحرارة من فضلك زي ما هو كده على فين يا عم الشيف اوه ده مكان حاجات خفيفة ولطيفة كده بعيد عن المحمر والمشمر مش كل يوم محمر ومشمر يا اختي ريحي نفسك شوية في المطبخ هدنة مش كل يوم هنقعد بقى في المطبخ زيوت و بصل وتوم ده سكر بودر يا غالي لا عدلها دي السكر بودر وخلي بالك العجينه جواها زبده فاكر انت من الاول عشان اللي جاب متاخر التوبنج بتاع العجينه ما بين الموز يدخل ما بين الموزه وعجينتها زبده وقرفه وسكر حلو الكلام زبدة وسكر وقرفة
جو لطيف ها.